بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم إخواني، معكم سيف في قناة تربية الحسون والكناري. هذه قناة جديدة خودي. هام لي جان تاعنا ما شاء الله من عتملكم، هاي مهم لتحت بابام، خرجوا لنا زوج هيبي وزوج جون عادي، خليهم هنا دوك نجيب دوكا نسمعوا الحرب. اسكو راكم تسمعوا في المال ولا نو؟ ما نعرف. بسم الله، هذا المال خوتي كي نجي داخل يبدا يغني ما يشتيش على لافومال، باش تفهموا بلي صح المقنين راهو حساس. او غير ندخل عندو الشومبرا تلقاه يغني. بسم الله ما شاء الله. دوك نعت لكم واحد العفايس هكذا خفاف، برسك انا الموبيل اللي راهو فازد. راني في حالة عادية، راني نعاني، ما لقيتش كيفاش نتصل معاكم. ليسونسيال هاد خوتي هادي لاشين يوتيوب جديد، ها عندها مابا فاجور ولا 10 ايام حليناها. مكرا هاي لافوم عليك اجي المال، حليتها ماشي مكرا، شغل هداك شغل تخيبك تخدم كيما نقولو صادق وبكلش تاعك، ومن بعد تلقى ناس تصابوطي فيك نورمال، هكذا يصابوطيك عادي ما عندي مشي اشكال. هكا كيفاش يصابوطي غاضتهم كيفاش لافو مال، دورت العش عاود طيشت العش وعاود طلع من دارا وجديد ومازال ما بوزاتش للمال. ما فهمتش بوزات لواحد خطرة قبل ما نلوح، ما انا لحت وما بوزاتش. راكم تشوفوا فيها ربي يبارك، هاي تكاجي هاي حارة وفي مال. صدقوني يا خوتي اول مرة في حياتي نشوف في مال شهر مال، لا بريمير فوا في حياتي نشوف في مال شهر مال. لحت لها هذا المال ها وليت محتوى واجد حديدة. والله يا خوتي كي نقول لكم شارمير شارمير لافومات، تشوفها حل جنحيها وبدات تغني طاطاكي في المال، توحد وربي. وبنت العام عندنا زوج بنات العام اللي راهن كوبي بهم سنا ايلي كمل هيه ايفون. لا بسم الله ما شاء الله. هاي لكم احنا لا شويه ان شاء الله نعرفان نشوف راه كيف هنا اسكو كاين نتيجه ولا ما كانش. تحدها وين لاح الطرف تاع خيشه عندها مصيبه هنا عندها مام با البارح لحتها البارح برك في الكاجا عندنا فومانا كناري اي والدها ديال العظمه الثانيه تاعها، هذا ولدها وهي مو اني مكوبليهم. هذه لا فومال هيبي، هذا باباها، هذا باباها اللي هنايا مكوبلا بهم. هذه ثاني اول مره هتولد غير اليوم اللي رحت ماكم تشوف كيفاش المالي يطاكيها بغا يبيكيها. عندنا هذا ميلي طارو، هذا راهو ميلي طارا وهذه فما اول مرة حاتو دير دور في العش وتنحي. عندنا هذا ما شاء الله عليكم، هذا عينيا لا فما دوك نحطو لكم على لا فيديو هنايا عليكم ودوك نجيكم خليكم مع الفيديو. اسكو يبين ولا ما يبينش ما عرفت ولا ليسونسيال دوك نجيكم. السلام عليكم خوتي، هانا رجعنا لكم. ليسونسيال خوتي حبيت نقول لكم واحد العفسة برك. الكوبلاج يا خوتي او مازال او من لو 15 مارس وطلع وبالك حتى الافريل. كي تجي تقول لي كاين جماعة يصلحت يا خوتي، الناس راهي كاينة ناس مرضى في دماغهم تريسيتي كيما نقولو حنا، تلقى كان يخدم بالدواوات من وجد الكوبلا تاعه. انا عارف انا واحد صلح ما نذكرش اسمه وجاني وقال لي صلحت والحمد لله وبالتوفيق للجميع ان شاء الله ولينا وليه ولاي واحد. مي هذا كي قال لي صلحت وماشي لعبه وضحكه صلح اخوتي، راهو عام كامل هو يترافاي ويخدم بالدواوات صح دواوات، وانا ما نخدمش بالدواوات خوتي. لا بريف هاي البصله، هاي البصله، هاي البصله هنايا ثاني، هاي هاي البصله، ها هاي البصله، هاي البصله هنايا.
هاي هنايا ثاني بارتو بارتو ما انا البصله نخدم بها هام لال هام راك تشوف في المتاحات لقيت هنا بصله ما تخطينيش خاوتي. ها هاي تبان هنا هي الحمد لله. انا ملي كنت هكذا تاع حوايج ناطير ليسونسيال خاوتي انا جيت تما عندي فزت لي الموبيل عندي قداش ما درت فيديو باش ما تدخلوش او غاب على الساحه. هذا هو فيديو جديد ان شاء الله اي خطوه نخدم مع خاوتي وبربي ان شاء الله ان شاء الله هذا العام يكون موفق للجميع خاوتي. واحد قال لي كيفاش تعلم المال يا طاكي المال اخوتي من عند ربي او هذا غير على الله في المال تاعو يا خوتي. هذا راه ما يشتيش تفرج ما يشتيش خلاص غير غلط انوي انوي يجيك الشنوي هذا نعيط له يسوق ربي يبارك مال ما شاء الله خوتي. ليسونسيال الطرق والعفايس هذوك ان شاء الله الايام هذا ندير لكم فيديو خوتي. ما تنساوناش طلعوا لنا لاشين بارطاجيو ماكسيموم ابوني جام عاونونا خوتي والله جامي نويت لاشين اللي فاتت جامي قلت لواحد بارطاجي لي ولا بارطاجي روحي وجامي قلت لواحد دير لي جام ولا ابوني ولا مي خوتي اللي يعرفني وعلى باله بحكايتي علاش راني نطلب هكذا مادام ولينا نعتو في حاجه تما صوت وصوره ومصداقيه مبغيتوش تخليونا نخدمو كاينه عصابه بلوكي في الناس. امريكا مي يديروا في الباك اباك عرفت نشوفو فيهم الاهم واش يديروا الباك اباك ليسونسيال خوتي مادام كاين عصابة خوتي نخولها ونعاودها خوتي دعموني وينو مشكل والله يا خوتي اي حاجة نعرفها نحطها. وتحية لبزاف ناس ناس العاصمة ناس عنابة ناس قسنطينة ناس سطيف ناس سطيف ناس سطيف ولا الكابيتال ربي يحفظكم خوتي. وتحية لجميع واحد يا ربي المقنين والكناري والطيور بانواعها. تحية لخويا محمد البليدي في لاباج تاع معاد تيجاني تحية لي خوتي تحية لمعاد تيجاني مرات قسنطينة وحسن الشوج مع كامل خوتي. ليسونسيال هذا فيديو خفيف ظريف باش ما نطولوش على خوتنا. ان شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم وان شاء الله نوصلوا وين بغينا ونحققوا كلش خوتي وان شاء الله باضعف باسهل الطرق. كي تلحقوا بلا خوتي ما تبقاش تفتف فيهم خليهم خوتي شفتها كاجات عليه هو يضرب عليها كاجا كاش لوحهم مع بعضهم كان الجور شر يعطيوك الريزيلتا ما تفتفش خويا برك. انا هذيك لافوما الواجده هذه مش واجده ما طلقتش عليها المال هذيك واجده طلقت خليهم خويا عامك اوك تشوف المال كيفاش بغى يبيكيها كناري احسن كوبلا هذاك تشوفوا الاولي في مويه حاضنه تما كوبلا تشوف كيفاش كان تقول راه يقتلها وام كوبلا وفي في سانك جور جبتها بالثلاث مو كانت عندي واحد حبيبي اليوم مشي ورانا في الثنين راهي والدها زوج عظمات احسن شي تلقى المال كي بيكي هكا يجري مورا وما تخافش دوك ترك حلاف وما ليسونسيال خاوتي ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم ونوصلكم هذا الميساج خفيف برك. هاي ليك محلبة مهرسة هزها لوحها في العش قبل ما يبنيو على خاطر الكوبلي قبل ما تبني تلقى لافوما توقف هنايا واذا وقفت هنا راح تزقاو ليكم كيما هنا الخماج الزق كيفاش عافاكم الله وحشاكم الخماج تاعها ياثر كي تكون حاضنه يخرج القبله كي دير الحلبه ما تخرجش. حوايج المحفزات خوتي سهله سهله تقتل خلاص البيفات تاعك دير فيها بصله خطره في الشهر دير لهم شويه ثوم القريس وانا نحكي على المقنينه القريس والتلفاف الزرارع كثر لهم في الكودي سيرتو الشيه وقتها خوتي بلا ما نهضروا الشيه خطره في 6 ايام تحرحر بزاف. لي برودوي شيميك ما نستعملهمش وما نعرفهمش وما ننصح حتى واحد بهم كيما النيكتون والافيكول تاع الكبده هذا والنيكتون تاع التوجيد وادي اوتر والفيتامين ما ننصحكمش بهم. نقول لك علاش ما ننصحكمش بهم شت البرودوي مليح مش مليح خوتي بصح حنا الله غالب رانا في افريقيا دول العالم الثالث يا خوتي ما كاينش كيفاش نفهمكم ما كانش حاجه بير ريال ما كانش وكل خداع في خداع الكامي علاش نشكيو منها هز الساشي كامي خوتي اذا لقيت فيها لاطات انا وياك بالخطر ما تلقاش برسك بيريمي ايسونسيال خوتي تبان لي كل شيء وباين حنا برك اللي نشتي نتفلسفو ايفيتيك من تفلسيف خوتي وان شاء الله رانا عند بعضانا ونوصلوا لبعيد خوتي راني نفرف شويه ما لقيتش كيفاش نفهمكم برسك مزروب شويه خوتي سمحوا لي بزاف. ايسونسيال معكم سيف في قناه تربيه الحسون والكناري ان شاء الله خوتي نعطيه واش قدرنا واش نعرف والله يا خوتي واش نعرف نعطيكم لا بروف عليكم ها هذه قرعه راكم تشوف لاكولار تاعها شويه دي فيها الخل هذه ما عادي هذه زنجبيل هذه ثاني فيها الخل هذه عادي اللي عادي ندير فيهم البصله. مهم صوت وصور انا واش ندير نعت خوتي وان شاء الله هذا العام يكون ناجح لينا الكل. والسلام عليكم خوتي وتهلاو في رواحكم ما شاء الله خوتي وربي يبارك وربي يبارك لي ويبارك لخوتي ان شاء الله والسلام عليكم.